بين مازن الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية. السلام عليكم أخي مازن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخي مازن، أطلعنا على آخر المعارك الدائرة بين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أطلعنا على آخر المعارك الدائرة بين مجاهدينا والمرتزقة. نعم. نعم. نعم سوف ابدا من الخبر العاجل الان، اكثر من 7 القمرات الجويه وربما الان وهناك تقدم بالتيشر، لذلك الان اكثر من 7 غارات جويه رايتها الان، يعني من جهه حلفه لم يتم التاكد بالفعل ان كانت الغارات هناك ام لا، لكن من جهه حلفه حسب ما رايت هذه الغارات ركبت من جهه مدينه حلفه بالانتقال في حي جوبا، يعني كانت مرورة الثاني عشر من مساء امس وحتى لحظه اشتباكات هي الان في حي جوبا، وخاصه من الامتداد المتعلق الجنوبي في محاوله من كتابه الاقتحام الحي بعده نقاط، لكن الحمد لله الثوار لا زالوا صامدين ويصدون اي محاوله اقتحام للحي. ايضا في حي الميدان فقد القضيب تاونا وطابق التعليم في بناء الجراح وخسرت اضرار على الماديات، كما فقد القضيب تاونا على احد منازل حي تشرين الدمشقية، ايضا خسرت اضرار على الماديات. في جنوب الغوطه الشرقيه تعرضت زبدين اليوم لقصف مدفعي وصاروخي، اليوم كان متقطع في مجال اشتباكات على افراد تبدأ من جهه الجراش، تمكن الزوار اليوم من التصدي بكتائب جثث التي كانت تحاول اقتحام البلده، اضافه لخفض اشتباكات ايضا اليوم كانت متقطعه في محيط منطقه بلا القريبه من بلده زبدين، ايضا اليوم في داريه جرت اشتباكات عنيفه وكذلك حتى في الانتباه الشرقيه للمدينه تكبدت فيها كتاب اسد عددا من القتلى والجرحى وسمعت اصوات سيارات اسعاف بوضوح وهي تدخل قتلاهم وجرحاهم الى مشفى المنزل العسكري. الان غاره جويه على نفس المنطقه، الان غاره ثامنه على نفس المنطقه قريبه من منطقه حلفته. طبعا نكمل ياتي ذلك التصعيد العسكري على مدينه داريه من قبل النظام بعد محاوله من الجهه الشرقيه تمكنت فيها قوات امس من قوات الاسد تقدمت باتجاه المدينه، وعلى كل عمله من 4% اللي تدور اشتباكات اليوم منذ قليل استطاعت الثوار والتشرب باستهداف بنائي واطلق 4 شهداء على الاقل وهناك عدد من الجرحى. ايضا في جبل الشيخ لما طائرات امير غربين جويتين على قريه مغار الامير، كما قامت كتاب الاسد في وادي برده ولليوم الثالث على التوالي بفتح الطرقات وطريق الواصل بين قناديل مسيمه وشفيق وادي، وسمحت بادخال الرواد الغذائيه والتموين للمنطقه، كما تم ادخال لجنتين تحوي خبراء وفنيين نعم. مازن الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية، كنت معنا من العاصمة دمشق، شكرا جزيلا لك.